والحين بتحكي عن هذا البوست المفبرك. اولا انا ما اكلم احد دايركت نهائيا. ثاني شيء اوضح لكم شغله، شوفوا حساباتي كلها من الساعه كم للساعه كم ساكته، متى اخر تغريده البارح ومتى اليوم بلشت اسوي تغريدات. لاحظوا ان انا سو اخر تغريده يمكن عندي او شيء يمكن الساعه 5 او 6 الصبح، ومتى بديت اغرد حوالي الساعه 5 او 4 ونص العصر. هالفتره هذه كلها انا وين؟ نايمه. شلون نايمه وقاعد اكتب على الدايركت؟ بفهم. ثانيا يعني انا منو هذه؟ من ام تركيب. الحين تبوني انا اوريكم ان اسهل شيء هذا التركيب فوتوشوب، وفوتوشوب رخيص للاسف. ثانيا انا بقول لكم شيء، يعني ما تقول والله ايه يبا انا مي العيدان، لما اتكلم اتكلم باسمي وكل شيء واضح وما عندي شيء اخاف منه. ماشي، انتوا شلون تثقون في كلام انسان جبان، انسان حقير، انسان قاعد يلفق؟ دشوا هالبروفايلات لاقونها 24 ساعه ما عندها غيري، تلفيق وكذب وتاليف واجتزاء وتركيب فيديوهات وتركيب ما ادري شنو، كل هذا حقد، كل هذا بالذات هذا اللي اسمها الجاز المعقده، هذه اساسا جمهور نوال وهذا مستواها. يعني الحين بس سؤال، ايش معنى ما في غير هذول الاثنين؟ يعني بسألكم سؤال، خلي يطلعون. انا لما اكتب، انا لما اقول انا مي العيدان، اتكلم بلساني بصورتي ما عندي شيء اخاف منه، لكن اللي يقعد ورا فيك اكاونت هذا جبان اللي يالف، لان تدرون ليش؟ لان هذا كذب، هذا تاليف، وللاسف اوكي اذا تثبتون لي ان انتم مو بشر، انتم بقر، لان هم قادرين يسوقونكم بالطريق اللي هم يبونه. اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، انتم ما تبينتوا، على طول سبيتوا. وانا مو محلله ليوم الملقى العظيم، لا هم ولا انتم، قسما بالله اصغر واحد اعرفه ولا ما اعرفه من اللي سبني وتهجم علي وظلمني في هذا الموضوع، اقول له حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم ارني فيهم عجائب قدرتك في كل بني ادم ظلمني في هذا البوست المركب الفوتوشوب الرخيص. اوكي الله ينتقم لي منك بعزيز، بام، باب، باخو، بزوج، الله ينتقم لي منك. يا الله اني مظلوم فانتصر لي، يا الله اني مظلوم فانتصر لي، يا الله اني مظلوم فانتصر لي، يا الله ارني فيهم عجائب قدرتك، يا الله عجل بانتقامك، يا عزيز يا مقتدر، يا الذي تقول كن فيكون. مو محللة لآخر واحد ظلمني أعرفه ولا ما أعرفه، اليوم الملقى العظيم إن شاء الله تشوفه بهلك، ببوك، بأمك، بشرفك، بعيالك، بكل شيء. مو محللة اليوم الملقى العظيم. ورجاء اللي حاب يقعد في هالبروفايلات الوهمية اللي جنها حمام عمومي وصف، لا يلي، ما بي، ما تشرف فيه نهائيا. أوكي؟ انت اذا كذي كيفك، هم اساسا عايشين عليك انت وغيرك، لان انتوا اغبياء قادرين ان يلعبون عليكم بالطقاق. اللي يبي يسوي نفسه حمار الناس تسوقه الاغبياء، فليكن حمار كيفه، بس انا ما اتشرف انه يكون عندي حمار يظلمني، ما بي. ورد واقول مليون مره مو محلله، وبوريكم بعد شويه شلون تركيب الفوتوشوب اسهل منه ماكو. وقاعد اقول لكم يا اخي ابسط ما فيها، شوف حساباتي متى اخر تغريده اليوم، ومتى اخر تغريده، ومتى بلشت اغرد من اول وجديد، حوالي من 8 الى 9 ساعات نايمه. نعم شنو قاعد اكتب بالدايركت؟ ومنو هذا؟ ليش ما يطلعون البروفايل اللي انا كاتبت له؟ التركيب من فوق حاطين التركيبه، بعدها من تحت، ابسط ما فيها، مو محتاجه شيء. الحين انا اسوي لك اي واحد، الحين انا مثلا اسوي حق اي شخص مشهور اسوي له فيك اكاونت واحط الصوره مالته اللي هو حاطها في بروفايله، واكتب كلام والدنيا وهذا، والخرفان تصدق، انتوا الخرفان صدق. لان اللي يبيع نعمه عقله ويمشي ورا فيك اكاونت ورا مؤلفين وناس تكذب وما يتبين، اذا جاءكم فاسق في نبأ فتبينوا، انتوا ظلمتوا.